السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأقول لكم أفضل طريقة تستطيع من خلالها استعمال الترايبود في التصوير من خلال الهاتف. فمثلا لدي هذا الترايبود، وكلنا نعرف أن الترايبود يحتوي على برغي يركب في الكاميرات الاحترافية، حيث يوجد مكان في كل كاميرا احترافية يركب فيها ذلك البرغي، والهواتف الذكية لا يوجد بها. وبالتالي سأريكم يعني فكرة بسيطة جدا تمكنك من استعمال نفس الطريقة التي تستعمل في الكاميرات الاحترافية والحصول على نفس البرغي. فيجب عليك في البداية أن تتوفر على عصا سيلفي، بعد ذلك ستقوم بأخذ هذه العصا وفك هذا الجزء الذي بالأعلى كما ترى أمامك هنا. تقوم هكذا بأخذ هذا الجزء ووضع العصا في أي مكان تريده، يعني لا توجد أي مشكلة، وتأخذ هذا الجزء هكذا وتقوم بتركيبه مكان البرغي مثل ما فعلت هنا في هذا الترايبود. لدي عصا سيلفي أخرى، قمت يعني أخذ هذا الجزء منها، وبعد ذلك تضع الهاتف في هذا الشكل هنا في هذا المكان. وبعد ذلك تستطيع التصوير باستخدام الترايبود بكل سهولة وبطريقة احترافية بهذا الترايبود البسيط. مشاهدي الكريم، كما ترى أمامك هنا استعمل الترايبود الآن، والتصوير احترافي للغاية، ويعني وكأنني أصور باستخدام كاميرا نعم إذا صح التعبير.